ولا بداية البيانات دي لابد انها تكون محل تمحيص طيب بصراحة تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان احنا نقبلها كما هي، أيوة. وانه اي مجموعة من الإرهابيين والمجرمين والقتلة واللي بيستهدفوا المدنيين وبيستهدفوا الحياة في مصر، انه احنا نأخذ هذه البيانات على اعتبار ترديد الكلام بتاعهم. يقول لك ابطال، ابطال ايه؟ دول شويه مجرمين وشويه سفاحين وشويه قتله، وهو دول عايزين لا ونزف هذا الخبر للشعب المصري، عايزين يقتلوا الحياه في يعني لابد من ان احنا نقول للناس انه يعني هذه البيانات اذا كانت حقيقيه واذا كانت بتخرج من تنظيمات فهذه تنظيمات ارهابيه بتستهدف المدنيين وبتستهدف الشعب المصري. خليني احكي لك النهارده، انا كنت راكب تاكسي وسواق التاكسي، كل معظم سواقين التاكسي اللي بركب معاهم بيقولوا لي هذا الكلام، بيقولوا انه ده خلاص من يقومون بهذه العمليات دول بقى اعدائنا، اعداء المصريين. ليه؟ لانه ايه ذنبهم المدنيين اللي بيروحوا ضحايا لمثل هذه العمليات. فانا رديت عليه قلت له يعني مصر فيها 90 مليون مصري، يعني بالمناسبه فيها 90 مليون مصري صحيح، ومصر دخلت معارك إرهاب قبل كده في الثمانينات والتسعينات وعدت هذه المرحلة، والقضية أنه لا ينبغي أن الخوف يتسرب للناس بأي حال من الأحوال من هذه الجماعات.